كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة وسفير جمعة الجنيبي سفير دولة الإمارات بالقاهرة. صرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن سمو الشيخ عبد الله بن زايد أعرب عن سعادته بزيارة القاهرة ولقاء السيد الرئيس، ونقل للسيد الرئيس تحياتي كل من سمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعرب السيد الرئيس عن ترحيبه بلقاء سمو الشيخ عبد الله بن زايد، وطلب نقل تحياته لسمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان وسمو الشيخ محمد بن زايد النهيان وقيادات وشعب دولة الإمارات،